تعالوا بمنتهى الفرح ناخد الناقد الرياضي احمد الهواري. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الفل يا استاذه شبكي، برحب بحضرتك وتحياتي طبعا. بشكرك. للفنانه الكبيره الجميله ده وش ميمي جمال، وشها حلوه جدا علينا. حلو النهارده ولا مش حلو؟ اكيد طبعا اكيد، وش حضرتك دايما حلوه يا فندم. ربنا يخليك طبعا، ربنا يخليك. في البدايه الحمد لله شرفتونا ورفعت راسنا في السماء والله. في الوقت الصعب يعني النهارده ماتش من اصعب الماتشات. انا دايما شايف ان انت بتواجه صاحب الارض، فهي دايما المباريات دي صعبه، خاصه كمان ان قبل الماتش تصريحات رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل ايتو حط ضغط جيب فايده على لعيبه منتخب مصر، ان هو وصف المباراه بالحرب، فهي فعلا كانت حرب داخل الملعب، لكن الحمد لله لاعبتنا قدروا انتصروا على كل العراقيل اللي تعرضوا ليها. النهارده شفنا الحكم يعني من أسوأ فعلا الحكام اللي ممكن اكون شفتهم على مدار يعني متابعتي الكرة في القدم. النهارده بكاري الجسامة كان واحد من أسوأ الحكام، يعني شفناه تعنف واضح بشكل كبير جدا. طب انا عايز اسالك حاجه، يعني لحظه خروج كيروش الى المدرجات والكارت الاحمر والاحساس بقى ان احنا المباراه دي هتكمل ولا ايه اللي هيحصل بالظبط يا حضرتك؟ يعني شفنا بدون داعي وبدون مبرر انذارين لكارلوس كيروش، وهو واضح من اول دقيقه واضح ان هو متحفز ومتاهب ضد المنتخب المصري، لكن الحمد لله خلينا نشيد بالرجاله اللي كانوا في الملعب ان هم قدروا يعني يلتزموا بضبط النفس، وقدروا ان هم يعني ما ينولوش الحكم ان هو عايزه ان هو يخسر المنتخب المصري النهارده بقراراته، او يكون في طرد اللاعب او اكثر ونفقد لعيبه مهمه في المباراه. قدرت ان انت توصل لبره الامان، وقدرت ان انت تحقق اللي انت عايزه. كل اللعيبه رجاله، انا لسه سامع حضرتك بتقولي ان محمد عبد المنعم فاز بلقب مظبوط، احنا ما بنخافش يا فندم، هم فعلا كلهم رجل المباراه، مفيش لعيب افضل من لعيب، كل ماتش افضل من اللي قبله، وان شاء الله ربنا يكلل جهودنا ان شاء الله يا رب باذن الله، يعني قدام السنغال نفوز باللقب باذن الله ونستعيد اللقب ونوصل للبطوله الكامله ان شاء الله. احنا هو معاك كابتن احمد، واحنا بنشوف صوره الطرد بتاع المدرب بتاعنا، ودي كانت من اصعب اللحظات لان هي كانت اللحظات الاخيره كمان في المباراه. انا عايز اسالك على ضربات الجزاء الترجيحيه، يعني هل كان متوقع ان يتم هذا يعني التسديد؟ وابو جبل الحقيقه كان جبل النهارده في المباراه. الحمد لله احنا عندنا يعني ما شاء الله الاربع حراس على يعني على كفاءه واحده، سواء شناوي جبل صبحي جاد، الاربعه الحمد لله. وشفنا شناوي واقف بتعليمات ونصايح على طول مستمره لجبل، وهو ده اللعيب المصري او ده المنتخب المصري، كل اللعيبه البدلاء والاساسيين هم نفس المستوى ونفس الكفاءه. انا لو بتكلميني بشكل شخصي، انا كنت متوقع ان محمد ابو جبل هيكون سبب رئيسي ان شاء الله في صعودنا للمباراه النهائيه، وكنت متوقع ان هو يقدر يشيل كوره او اثنين ويعني يتحكم في توجيه المباراه لصالحنا. فالحمد لله ان قدرنا ان احنا نخلص ضربات الجزاء بدري، لان انت بتلعب على ارض الخصم وسط جمهوره، مباراه مضغوطه، يعني مباراه من اصعب المباريات. فالحمد لله ان احنا قدرنا نوصل لبر الامان ونوصل للقاء النهائي اللي هيكون انا شايفه اسهل بكثير من مباراه الكاميرون. هل النهارده بهذا التوقع احنا يعني لعبنا 2 اكسترا تايم وفضلنا في التعادل السلبي؟ 3 احنا كده 3 بالظبط، يعني دور ال 16 دور ال 8 دور ال 4. لا بتكلم عن مباراه النهارده بعد. انا عايزه اقول حاجه. طب اسمع فنانه ميمي جمال عايزه تقول لك حاجه، اتفضلي. انا عايزه اقول ان حسن النوايا النهارده كان واضح جدا، وربنا كان واقف معانا. يعني شوف هم، انا مش بقول حاجه، بس هم نيتهم ما كانتش كويسه، كانوا داخلين على ناس بتقول لك احنا داخلين نحارب وداخلين معرفش ايه، يعني داخلين بنيه مش حلوه. شوف ربنا يمدوا ايدهم بالكوره برجلهم، الكوره تخش تبعد زي ما يكون حد بيرميها بره، بيرميها بره. نيتهم احنا عشان نيتهم حلوه، والشباب ربنا يديهم الصحه والعافيه. ومحمد صلاح بصراحه انا حاسه روحه موجوده في وسط المجموعه، يعني هو جمعهم كده وخلاهم في روح حلوه بينهم وبين بعض كده، فربنا يوفقهم. وربنا وقف معانا، واللي بيرمي الكره بتخش ربنا بيقول له ها، والتاني يقول له ابعد. حسن النوايا وربنا كان واقف معانا. اكيد والحمد أكيد لله، الحمد لله اكيد.
متفق جدا مع حضرتك يا استاذ نور، وخليني فعلا اكد على كلام حضرتك ان الحمد لله، لان زي ما حضرتك قلتي من بدايه من قبل المباراه كمان تصريحات قلته بان هي حرب واللي بيحصل في الملعب وضرب اللعيبه. يعني شفنا النهارده الحكم كان يعني سوري في اللفظ، بس هو كان اعمى النهارده خالص، فعلا ما فيش انذار خالص لعيبه الكاميرون، فالحمد لله ربنا كرمنا عشان نيتنا ده فعلا. يعني ابو جبل يعني كمان صد الحقيقه كورتين عظام، يعني 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 ده برضو الاداء، رغم ان احنا عارفين انه هو يعني برضو كان عنده يعني شبه توجع كده في المباراه، واضح انه برضو كان واخد كوره واصيب، لكن الرجوله اللي كانت موجوده والاداء والفتنس العالي اللي موجود للعيبه بصراحه يعني. اكيد كلام حضرتك سليم، وخلينا اكد لحضرتك ان ابو جبل طبعا كان بيشارك وهو مش جاهز 100%، كان يقدر وتحامل على نفسه واصر ان هو يشارك، لان طبعا خلاص بعد اصابه الشناوي هو الحارس الكبير اللي موجود، يعني صبحي وجاد طبعا حراس وعدين، لكن شباب الاجواء وقتها محتاجه حارس كبير، فابو جبل النهارده شفناه يعني كان متحامل، ولكن هو صحيح. كان عنده اصرار كبير ان هو يتواجد في مباراه النهارده، والحمد لله هو كان مفتاح من مفاتيح الفاوله او المفتاح الرئيسي، انه قدر النهارده في ضربات الجزاء يتصدى لكورتين، الحمد لله قدر ان هو يطلع بينا للنهائي، اللي انا باكد تاني ان هو ان شاء الله اسهل بكتير من مباراه الكاميرون، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله يوم الاحد هنرجع من الكاميرون بالبطوله باذن الله ان شاء الله. وكده احنا يعني احنا كنا اخر لقاء للكاميرون معانا هي اللي كانت فايزه، احنا كده خلاص محينا كل شيء، يعني رجعنا لتاريخنا مع الكاميرون اللي كان كله مصر متقدمه فيه. احنا كمان كانت اسوأ مباراه لان كانت نهائي افريقيا 2017 وخسرنا البطوله قدامهم، مظبوط. فالحمد لله النهارده انت كنت لازم فعلا، ده اللي مخليني اقول لحضرتك ان دي كانت اصعب مباراه، فالحمد لله تقدر قدام السنغال هيكون الماتش كمان اهدى من كده بكتير، نهائي افريقيا لكن هيكون اهدى من كده بكتير، ومش طبعا. هيكون كمان الحكم مجامل لفريق على فريق، لا خالص، هيكون ومش هيكون هذا الشحن اللي عشنا فيه، يعني صاحب الارض خرج. صحيح، كان في شحن كمان كبير جدا. احنا بنشكرك جدا، ومن حقك انك تحتفل كمان الناقد الرياضي احمد الهواري، بشكرك شكرا جزيلا، ولسه بنقول بجد مبروك لمصر.